هذا نبات الشمندر اللي زرعته بالفيديو السابق، بلش يكبر وعم ننتظر هلا ظهور البذور تبعه. صباح الخير أحبائي، اليوم بدنا نكمل استخراج البذور من النباتات. هلأ أنا بالفيديو السابق حكيت عن الشوندر وعن الجزر وعن البصل، هلأ هون أنا حاطة بالتربة لفت اللي هي هي، حطيتها فترة بالماء نفس طريقة الشمندر، بس طلع لبداية الجذور حطيتها بالتراب وصارت تنمو. تقريبا هلأ صار لها شي 50 يوم، هلأ بدو يبلش تعطي الأزهار والبذور. مثل ما لكم هون شايفين كمان وقتنا نحصل على البذر فهي بحد ذاتها هي منظر جمالي للبيوت، للسطح، للمنازل. تستفادوا، تتسلوا، تعبوا أوقات الفراغ، بتزيدوا البيئة أكسجين. عمل مفيد بكل مراحل. والبذور كمان ممكن تبيعوها، كمان البذور غالية، تستفادوا من هالمشاريع الصغيرة بالبيت. شوفوا نبات الشمندر، كل الأفرع بلشت تستعد للظهور، لأزهار. منظر كتير كتير حلو. كل المراحل تبع الزراعة حلوة، بتمنى تجربوا. في شغلات سهلة بيقدر أي واحد مبتدئ إنه يزرعها مثل الشمندر، بس بتحطوها بالتراب بتسقوها بيطلع الورق، بعدين بلش تتشكل الأزهار، وبعد فترة بنحصد البذور. كمان عنا نبات اللفت، كمان هاي البذور بلشت. مندخل الكيس بقلب النبات وبنقطع الغصن، بنحصل على النباتات كلها مجموعة بالكيس. بدي وريكم نبات الجزر، طبعا هدول فروع بطاطا، وهنيك انا زرعت بطاطا كمان. شوفوا الاوليفيرا قدي حلوة، شوفوا هون من الفرع الواحد 2، شوفوا ما احلى هالمنظر. انا عم صور هلا فترة الظهر، ويا حرام مثل ما كون شايفين كل الاغصان دبلانة والشمس كتير قوية عليهم. بس ليكوا قدي يا زهر وقدي رح تطلع بذور. وفي هون كمان فرع، هون شوفوا ما احلى. هلا بس تغيب الشمس رح اقصيهم ويرجعوا يعيشوا ويصحصحوا من اول جديد. بيطلع عنا كمية كبيرة كتير من البذر، بتمنى تجربوا هالفكرة هاي. أنا هون ربطت الأغصان مع بعضها مشان ما تكون شايفين ما يروح كل غصن باتجاه. متعوا بهالمنظر قديه حلو.
هذا شو؟ هذا نبات الجزر. تمام، بلش يزهر، بعد فترة بناخد البذور. شوفوا المنظر ما أحلى. في عندي كمان نبات جزر هون، شوفوا الورق ما أحلى، مثل الهواء الناعم. هاي البصل بلش يكبر ويزهر، هيك هو المنظر حلو. كل هذا بيعطينا بذور. وبعد فترة تقريبا شهرين تتشكل عنا هاي الوردة تبع الجزر. شوف شو حلوة، هي كان لونها اصفر وفتحت هيك شوي وردات صفر، بس هلا تشكل فيها البذور. شوفوا الساق تبعها قد ايه طويلة وحلوة. هلا كمان بورجيكم النبات تبع الشوندر وكيف البذر تبعه. اللفتة اللي كانت عندي كمان انا امتى كان فيها بذور حطيتهم بعلبك، ما هلا بصوركم ياهم، بس اهم شيء تشوفوا هلا تبع الجزر. هلا بورجيكم تبع الشمندر بنفس الحوض. في عندي هون فرع للبندوره، في عندي البقله كمان بدي اعمل لكم حلقه عن البقله. كمان البقله بتزهر بيطلع لها بذور، منظر كتير حلو بحوض واحد. وهذا الفرع بطاطا، وهي بقلة. بس اهم شي هلا تتعلموا كيف تطلعوا البذور تبع الجزر والشمندر واللفت. وهلا كمان هدول بذور البنجر ليكو بلشوا يطلعوا، هلا بقطعهم بحطهم بصحن وبورجيكم اياه. وهلا جفت الورده الصفراء تبع الجزر وما ضل الا البذر مثل ما انتم شايفين. هلا اما انه بنقطع العرق او بنجيب كيس بندخله بهذه المنطقه، بعدين بنقطع العود، تكون هذا البذر تبع الجزر صار عندنا للزراعه جاهز. بنزرعه بفصل الاول من الخريف لحتى نستفيد منه فصل الشتاء. هلا دخلت البذور كلها بقلب الكيس، باقي بس نقطع الساق اليابسة بهالطريقة. هيك بنحصل على البذور كلها مجمعه بقلب الكيس. نفرطها وننشرها شوي بالشمس حتى تبع سمي. أنا بهي العلبة أو السحارة زرع خبازة، ليكو كمان هلأ هذا البذر تبعها. هلأ كمان هذا بنقطعه، سنة الجاية نزرع بيطلع عنا خبازة منزلية كتير طيبة وأحسن من تبع السوق. وممكن كمان إذا كان شتاء لحالة ممدون مع نصقية. في هون كمان نبات الرجلة، بس هدول ورقتهم صغيرة لأن هلا عطشانين لازم نسقيهم. في هون كمان منظر عن جد كتير حلو. وهون كمان في عندي نبات البقلة،
حلو. فيكم دغري تقطعوا منه وتاكلوا، لانه هذا بيتاكلني كمان. هذا بلش يزهر ويطلع بذور. شوفوا الازهار تبع البقله قد ايه حلوه، ورده صفراء كثير حلوه بتاخذ العقل. هلا بعد هي الزهره بلش عنا بيتشكل البذور، منظر كثير حلو. كل الافرع بتزهر وبتعطي ورد كثير كثير حلو. اول رجله، نبات الرجله، عم بنتظر لحتى اشوف شو بده يصير بهي الزهره تبع البصل، بصل اليابس تبع الاكل. عم تكبر وتتفتح الزهور تبعها، شوفوا قديش الساق تبعها طويله. شوفوا هذا نبات بيقولوا له الارديله، شوفوا كيف الغصن تبعه بلف هيك. هذا كمان اثر بالابصار، شوفوا البصله تبعي اللي هي هون. صورها من هون شوفوا كيف بتوضح اكثر. هيك البصله هون هي، شوفوا هون كمان بزور البصل كيف تنمو. كمان هون بلشت تتشكل عنا بزور البقلة. هي كمان هون في بذور ظاهرة للبصل. هون كمان نبات الرجلة كله بيطلع بذور، والأزهار الصفر. وهلا رح تشوفوا احلى منظر بالنسبة للزهر. طبعا عرفتوا زهر شو؟ زهر النعناع الاخضر. شوفوا هالمنظر ما احلى، شوفوا هالورود وهاللون ما اجمله. كمية كبيرة من الزهر تحصلوا عليها من بعد ما تنمو الباقة اللي زرعتوها، وبعد هذا الزهر اكيد رح يطلع البذور. اللون تبع زهر النعناع ابيض والموف، منظر كتير حلو عند الصبح. وهلا بعد فترة من نمو الازهار تبع النعناع الاخضر بلشت هلا هون تتشكل البذور. هلا هي بذور، هلا بدنا نجمعهم بكيس عشان نزرعهم فصل الخريف. كتير حلو هالمنظر،
تبع ورد النعنع، شوفوا قديه كتار كل هاد. زهر وورد في هون البذور يلي بدنا نزرع. هلا انا ما عندي مين يكمش لي الكاميرا، بس رح اقصهم وبعدين بجمعهم بالكيس، نقصهم بهالطريقة. واللي ما فيها بذور ما منقصها، منتركها لبعد فترة. شوفوا هون البواري كمان، هلأ هون بلش يتشكل البذور تبعها. شوفوا هلأ هون بقلب كل وحدة في بذرة، هلأ بس يبسوا لح أنا جمع البذر وارجع ازرعه بالسنة الثانية. وإذا كمان بهر منهم أحيانا بالتراب فهن رح يرجعوا يطلعوا لحالهم. شوفوا هالمنظر، حتى البذور تبعهم منظرها كتير حلو على الأغصان كأنها مزينة. هذا نبات الأرجيلة كمان بلش هلا يرجع يفتح ورد، هذا صورت لكم حلقة عنه. بس اللي لفت نظري اليوم انه من قلب البصلة طالع بصلات صغار، كتير منظرهم حلو. سبحان الله، هذا الفرع الثاني هيك قد حلو. هن عادة البصلات اللي بيطلعوا جداد بيطلعوا على داير الحوض او القصيص، بس هلا طالعين من فوق ما بعرف ليه. هلا هون في عنا البذر تبع الجزر، بهي العلبة البذر تبع الشمندار. انا استخلصت البذر، شوفوا هذا هون البذر تبع الشمندار. هاي الفليفلة الحمراء اللي زرعناها كمان طلعت بذور، هاي البذور تبع الجزر، وهي تبع نبات الزينة البواري. كل نبات بنزرعه بيزهر واخر شي بيطلع عنا البذور. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الشرح، بتعرفوا شلون تطلعوا البذور من النبات من اي نبات. شكرا لكم على المتابعة واهلا وسهلا فيكم. اشتركوا عندي بالقناة تبع اليوتيوب، اعملوا لي لايكات ومشاركات مع اصحابكم. في عندي منتدى كمان، وفي عنا استطلاع رأي بآخر الفيديو، يا ريت تجاوبوا عليه. شوفوا هلا قدي كله عندي هون مزهر، منظر كتير حلو. فشكرا لكم وإلى اللقاء.